إخواني وأخواتي، العفو والتسامح وكظم الغيظ وضبط النفس عند الغضب والمصائب هو أبلغ في التعبير من الكلمات، وأقوى في التأثير من العبارات والمقالات، وأوضح في الخطاب من ضوء الشمس، وأهدى في معناه من نور القمر، وهو يدل على قوة الشخصية، وعلى سلامة النفس من الغل والحقد والحسد، وعلى صفاء القلب من الروح العدوانية. أحبابنا إخواننا، إن التحلي بالعفو يريح النفس ويطمئن القلب كما يريح الأعصاب، ويغني عن كثير من الأدوية، لأنه يجعل صاحبه بعيداً عن توتر الأعصاب والقلق والاضطراب. والعفو من أسماء الله الحسنى، إن الله كان عفواً غفوراً، ومعناه أنه كثير العفو، والعفو من صفات الله تعالى. ولولا عفوه جل وعلا عن خلقه ما ترك على الأرض من دابة، قال ربنا: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. والعفو لولاه ما رزق الله تعالى عباده، والعفو هو خلق الأنبياء والمرسلين في عفوهم عن أقوامهم وهم يؤذونهم ويعذبونهم. ولا شك أن العفو هو خلق العظماء والسادة من الناس، والعفو يا كرام هو خلق الكرام وليس خلق الأراذل من الناس. والعفو يورث حب الله، قال ربي: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والعفو يا إخواني يورث العز في الدنيا والآخرة، قال سيدي رسول الله: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ولا شك أن العفو سبب لمغفرة الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والعفو هو سر الحب المستمر بين المحبين، وهو علامة على حب الله للعبد، وهو فرصة لتقارب القلوب والتآلف بينها، وهو يريح من الكثير من الأمراض التي تدمر الأعصاب. فمن أراد أن يعفو الله عنه فعليه أن يعفو عن الناس، ومن أراد أن يسامحه الله فعليه أن يسامح الناس. وأهل العفو هم أهل الإحسان، وهم أحباب الله، وهم الأقوياء العظماء الكرام. وجعل الله، والله جل وعلا جعل أجر العفو عليه وليس على الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله.